بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن شوكة المسيح او نبات الافربة. هنتكلم عن طريقة عبقرية وطريقة جديدة في عملية الاكسار من نبات الافربة. شرحنا قبل كده في فيديوهات سابقة طريقة الاكسار من نبات الافربة في سيف وفي المشتل. طريقة تنظيف نبات الافربة زي ما واضح معنا كده، يتم قص النبات وبعد كده يتم التنظيف من الاوراق تماما زي ما واضح معنا كده، وان شاء الله هنوريكم طرق الزراعة وطرق الاهتمام بنبات الافربة. تابعونا وتعرفوا على كيفية الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن طريقة زراعة نبات الافربة بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة جديدة في عملية الزراعة. زي ما واضح معانا كده، ادي نبات الافربة بيتم تنظيفه من الاوراق زي ما واضح معانا كده، وهنوريكم طريقة جديدة وعملية سهلة وبسيطة جدا في عملية التكاثر. يتم تجهيز الحوض زي ما واضح معانا كده، وبنعمل ايه بقى؟ بنحط رمل، بنستخدم رمل في عملية الاكسار، وبعد كده هنوريكم كيفية زراعة نبات الصبار بطريقة سهلة وبطريقة عبقرية في الزراعة. ادي طريقة الزراعة زي ما واضح معانا كده، بنفرش الرمل زي ما واضح معانا كده، وبعد كده بنيجي بغرز العقل زي ما واضح معانا كده بالطريقة السهلة ديت، طريقة سهلة بدون زراعة فسيس او اكياس. وبعد التقدير بتتم عملية التضيير في السيس تاني. ادي الطريقة قدام قواعد زي ما واضح معانا كده لكل من مهتم بنبات الافربة او صبار شوكة المسيح. وبعد الانتهاء من عملية الزراعة يتم ري الحوض بالمياه غمر، قطر مية مع مية الري بتعمل لي تلف في النبات، وان شاء الله وقت الري هنوريك طرق الري وطرق عمل الحضانة. بعد الانتهاء من زراعة نبات الافربة زي ما واضح معانا كده اهوت، بيتم ري الحوض غمر ويترك لمدة 3 ايام، وبعد كده بنعمل حضانة بلاستيك ابيض شفاف. ليه بقى بعد 3 ايام؟ لان الرمل من التربة الخفيفة يعني سهل في تسريب المياه بعيدا عن التربة الطينية. التربة الطينية بتحتفظ بالمياه لفترة طويلة، علشان كده هنعمل الحضانة بعد الري ب3 ايام. بعد الانتهاء من عملية الزراعة يتم عمل حضانة بلاستيك زي ما واضح معانا كده مغلقة تماما بعد 3 ايام، ويتم وضع نسبة دل اللي هي الحصر. لو ما فيش حصر بتعمل صران. دي الطريقة سهلة وبسيطة للناس اللي ما عندهاش مكان، اللي هي بتعمل عملية توفير للمكان. هي دي الطريقة اللي لازم تزرعها لو انت ما عندكش مكان. لو عندك مكان بتزرع في اكياس، وشرحنا قبل كده كيفية الزراعة وكيفية الاقصار في الاكياس او في القصيص. دي الطريقة في اقصار نبات الصبار شوكة المسيح في فترة الشتاء. يتم عمل الحضانة زي ما واضح معانا كده. ولو في اي استفسار ابعتوله في التعليقات. انتظروني في فيديو قادم من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.